لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. ينقل لنا البوق الروحي اليوم بعضا مما قاله القديس لوقا المعترف، رئيس أساقفة سندريوبول في 18 من شهر كانون الأول سنة 1947، في عظة له بمناسبة عيد القديس ساب المتقدس بتصرف. من بين القديسين الأبرار الكثيرين الذين أقامهم الرب، يلمع القديس ساب المتقدس بشكل خاص. كان عظيما في كل أعمال النسك الرهبانية، أنشأ ديرا بالقرب من المدينة المقدسة أورشليم. كان هذا الدير لقرون عديدة وما يزال نموذجا للحياة الرهبانية لجميع الأديار. عمل الصلاة في دير القديس سابا مكثف جدا، يتلو بعض الرهبان صلاة يسوع 1500 مرة مع سجدات كاملة يوميا. كانت صلاة القديس سابا نفسه قوية، وتشهد العديد من الأمثلة على ذلك سواء في حياته أو بعد رقاده. مرة خلال الصوم الكبير كان مع أحد تلاميذه في برية صحراء اليهودية حيث عاش كثير من الأسود. أصيب تلميذه بالإرهاق جراء الصوم وانهار ونام بينما صلى القديس سابا في مكان قريب. فجأة اقترب أسد ضخم من التلميذ النائم وأراد أن يمزقه إربا، وعندما توجه القديس سابا إلى الله بصلاة حارة تراجع الأسد بزئير مرعب واختفى في الصحراء. أسلم القديس سابا نفسه إلى الجهادات النسكية باليقظة والصوم والصلاة. لم يكن يأكل شيئا لمدة 5 أيام، ثم كان يأتي أيام السبت والأحد إلى الدير ويأكل القليل، بينما كان في كهفه ينسج السلال ويصلي فقط. وهكذا تمم وصية المسيح بأن لا ندع قلوبنا تغمرها اللذة والسكر واهتمامات هذا العالم. لنتذكر إذن هذا الناسك المجاهد القديس، ولنتذكر أيضا أن الصلاة واليقظة والصوم أعظم الأعمال كلها، فلنطرح عنا كل ثقل هموم واهتمامات هذا العالم. آمين.